هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع عن ديد نايت ميرز اللهب. طبعا في مقطع اليوم راح تكون حلقة المهمات الجانبية وترويض الحصان الناري، إضافة إلى بعض النقاط اللي راح نناقشها سويا. طبعا ما هي حلقة تختيم، لكن حلقة مهمات جانبية وزي كذا. قبل ما نبدأ في المقطع أتمنى أنك تشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل شيء جديد عن القناة. نبغى نوصل 100,000 في أقرب وقت ممكن. أما الآن خلونا نخش في المقطع. طيب خلونا نتكلم عن نقطة مهمة جدا والكثير كان يتساءل عنها، هل آرثر مورغان وبقية أفراد العصابة الميتين عادوا للحياة كزومبي في أندد نايتمير مرة أخرى؟ طبعا على حسب كلام البنت اللي حصلناها في بلاك ووتر، جميع الموتى عادوا للحياة كزومبي، فمنطقيا وعمليا وحقيقة وفعليا من المفترض انه آرثر مورغان والعصابة يكونون زومبي ويكونون يعني عادوا للحياة كزومبي في Undead Nightmare. لكن سؤالنا، هل نقدر نحصلهم في Undead Nightmare؟ الإجابة لا، والسبب لأن المنطقة اللي دفن فيها آرثر مورغان وبقية أفراد العصابة تقريبا متواجدة هنا وفي هذه المنطقة وما بعدها، المنطقة العلوية من ماب Undead Nightmare زي ما تشوفون. وزي ما تعرفون انه آرثر مورغان اندفن في المنطقة العلوية من الماب وتقريبا في وست إليزابيث، يعني فوق هذا الماب او فوق ماب Undead Nightmare متواجد العصابة وقبورهم وآرثر مورغان. اما بالنسبة انهم عادوا كزومبي فاكيد انهم عادوا كزومبي، لكن هل نقدر نحصلهم؟ لا. طيب اولا راح نروض الحصان الناري، لانه حصان الزومبي مرة ما غصني وجدا سيء. زي ما تشوفون لما اجري هو يروح يلف لحاله زي ما يبغى، يعني يمشي على كيفه، عرفت كيف؟ ما تقدر تتحكم فيه، لذلك في المهمات تعبني مرة، لذلك قررت اني اروض الحصان الناري. والحصان الناري راح يكون متواجد تقريبا هنا فوق الفورت ميرسر، راح يكون متواجد في هذه المنطقة، لذلك راح نروح ونبحث عنه. شوفوا كيف يروح لحاله، والله مي حاله هذه. طبعا الفورت ميرسر ونيو اوستن وارماديلو تحديدا مليانه بالزومبي، مليانه. شوف كيف مرميين في الطريق. بلاك ووتر والعيال هناك يعني نوعا ما اقل، لكن نيو اوستن ومليانه، وبالذات ارماديلو مليانه. طيب الآن رحلة البحث عن الحصان الناري. طبعا هو يظهر في الخريطة على شكل مربع أزرق، يقول لك ترى في المكان هذا في شيء غريب، فأنت تروح تحصل الحصان الناري. لذلك الآن راح نبدأ في البحث عنه، أول ما نحصله راح نروض أهلينه كمان. طيب يا أخوان شو اسمه الحصان الناري ظهر في الماب زي ما تشوفون، وينه؟ شوفوا هو ظهر. الآن راح نتوجه ونبحث له مظبوط، يعني هيكون متواجد في هذه المنطقة هو. تعال يا كعبول يا معوق، شوفوا 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 الحصان الناري، شوفوا شوفوا، هوا هوا هوا، تعال خلينا نروضك. والله فخم، مره فخم. ايش الكاميرا معوق هذه؟ هيا 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 هيا، والله صراحة عنيد، ها ما يتروض بسرعة. ابلع كفو، والله فخم. روح كعبول، روح روح بس روح. اقدر اطلق كعبول؟ هذا الكعبول الجديد، هذا هو الكعبول الناري. شوفوا الفخامه، يا سلام يا سلام، والله فخم فخم، مره فخم، مره بزياده. وكمان يعني ما هو معوق يلف يمين يسار زي كعبول الزومبي، هذا كعبول اسمه كعبول المولع، هذا اسمه الجديد، ها كعبول المولع.
وكمان فيه له مميزات. اول شيء انه ما يتعب اطلاقا، ما يلف يمين ويسار. ايضا شوف لما امر من زومبي يحرقهم زي ما شفت، يعني انحرقت تماما زي ما تشوفون انحرقت، شيء حلو يعني. احد يقرب منك على طول انحرق. شوفه والله دعستني يا بس شوفوه قاعد ينحرق، يعني لو ابعد عنه ترى يموت. يعني شيء حلو مثلا اذا كان حولك زومبي كثير او حاجه، شو اسمه كعبول المولع يحرقهم حرق. فالحصان هذا جدا جدا اسطوري، وتقريبا روضنا الافضل. شفت الحصان العربي في ريد ديد ريدمشن، هنا الحصان العربي هو هذا يعني. عرفت كيف؟ اتمنى فهمت يعني. يعني في الحصان العربي في ريد ديد ريدمشن هو الافضل، الحصان الناري في اندد نايتمير هو الافضل، بس هذا اللي بوصل له شرح بيض. طيب خلينا نروح اول مهمه جانبيه، وراح تكون هنا تقريبا فوق الشول سبرينج. راح نروح ونشوف ايش وضعه، نروح بالحصان الناري اكيد، ما يحتاج ما يحتاج. طيب خلينا نتوجه للمهمة. انت قلتوا لي انه لما اجي لما اشوف واحد ازرق اطلع اكلمه عشان يساعدني. الحين بشوف الوضع. اتوقع قلتوا لي تعطيه رصاص او حاجة زي كذا هو يساعدك يعني زيادة. خلنا نشوف. اها يعطيني هو رصاص. تعطى. شوف هذا قاعد يمشي في راسه فيس، راسه فاس. جو مورسن مولع كمان زي كعبول. اح يا اخي هذا اللي يزحف خطير. ها والله طشوني. يا اخي النار في كل مكان، ايش هذا؟ بالله شوف كيف يمشي معوك. شوف هذه اسهل اسهل، اللي في الحلقه اللي راحت كان اصعب، اللي عند بوني مكفور اللي كانت اصعب مره. طيب عشان اوضح لكم الموضوع، طلعت ما هي مهمات جانبيه، يعني الاستفهام هذا عباره عن مدن او انه زي القرى الصغيره، او حنا نحررها من الزومبي. عرفتوا كيف؟ زي ما شفتوا يعني ذحين اول حررنا هذيك المدينه، ذحين نحرر هذه كمان. ما هي مهمات جانبيه طلعت. والله ذي كثيرين. والله مرة كثيرين، ايش هذا؟ جلد 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 جلد. شوفهم كيف وراي، يا كثرهم كثرة في الخريطة. اخي دي داي مره فخم. ابو فاس فراس هذا. كفو، اعطوني سلاح جديد شو اسمه اكسبلوسيف رايفل، يعني طلق قنابل او حاجه. اوه والله جامده، خليها وقت الحاجه والله.
طبعا في شو اسمه تحرير مدينة في أرمديلو، لكن جنبها مهمة جانبية، لذلك راح نتركها في حلقة التختيم. راح ننتقل للمدينة هذه وبعدها ننهي المقطع، لأن يعني برضو أيضا الثانية فيها شو اسمه مهمة أساسية. طيب المدينة الثالثة كعبول، ما تقدر تنزل من هنا؟ راح والله تدمج. اوه هذا مضايع، مو مضايع الا مخفي كمان. اوه ايش بهم برا زعلانين هذول. والله هذا معاه ما ادري ايش معاه حركه، شوف ينفجر ويطلق من فمه حاجه، المهم انه غريب يعني. شوف 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 انفجر معاه قنبلة اقول لك. كثيرين والله، ايش هذا؟ انا هذول اللي يزحفون اكرههم كر. يا رجل انترتيكر هذا. كفو ديناميت، خلاص حررناها. يعني هذا شكلها مدينة مرة متضررة من المرض، مليانين فيها مرة. طيب يا لهبيين، زي ما شفتوا تقريبا في مقطع اليوم تكلمنا عن هل بإمكاننا أن نحصل آرثر مورغان، هل ممكن نحصله كزومبي. طبعا هو كزومبي، نعم زومبي هو قام بلا أدنى شك، لكن ما يمدينا نحصله أو نروح لمكانه، لأنه زي ما تشوفون المكان اللي دفن فيه غير موجود في أنديد نايتمير. إضافة إلى ذلك روضنا الحصان الناري وسميناه كعبول المولع زي ما تشوفون. أيضا في حلقة اليوم شفنا تحرير 3 مدن وحررناها بشكل كامل من الزومبي ونظفناها تنظيف. طبعا في باقي مدن أيضا جديدة فيها زومبي ما حررناها، راح نحررها مستقبلا. ليش ما حررناها في حلقة اليوم؟ لأنه فيها مهام رئيسية نبغى نعديها في حلقة رسمية تختيمية. طيب يا لهبيين، شاركونا آراءكم في خانة التعليقات عن حلقة اليوم. إيش رأيكم في كعبول المولع؟ رهيب ولا لا؟ شاركونا آراءكم. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام عليكم.